بونجور تو الموند، جيسبر كو فوز الي بيان. الدرس ديال اليوم هو الدرس الثاني في سلسلة الروتين اليومي باللغة الفرنسية. للتذكير، بالنسبة للدرس الأول شفنا كل ما كيتعلق بالروتين الصباحي، من الاستيقاظ يعني من لو ريفاي حتى الخروج من البيت للعمل أو المدرسة. اليوم غادي نشوفوا الأنشطة الصباحية اللي كنقوم بها مباشرة بعد الخروج من البيت. أول عبارة: Je sors de la maison à 7 heures. Je sors de la maison à 7 heures. أغادر المنزل في الساعة 7:30. Je sors de la maison à 7 heures. هنا ملي تنقول Je sors de la maison، يعني خرجت من البيت. Je sors de la maison، la préposition de la maison. العكس إلا بغيت نقول j'entre à la maison ولا je rentre، كنقول à la maison. Je rentre à la maison، ولكن je sors de la maison، من المنزل. Je sors de la maison. Je sors، c'est le verbe sortir conjugué au présent de l'indicatif. باش نبينو أن هاد لاكسون سو ريبيت، يعني هاد لاكتيفيتي اللي هي نشاط كيتعاود شاك جور، كنستعملو الحاضر جو سور دو لا ميزون. إلا بغيت نبين أن الحركة درتها في الصباح، يعني هاد لاكسون درتها في الصباح، كنستعمل أن نوتخ طون اللي هو لو باسي كومبوزي. لو ميم فيرب أو باسي كومبوزي تيولي جو سوي سورتي، مكيبقاش جو سور، جو سوي سورتي de la maison à 7 heures. يعني خرجت من البيت على الساعة 7:30. Donc je sors de la maison à 7 heures. أو لا je suis sorti de la maison à 7 heures. Maintenant إلا بغيت نبين أنه مكان العمل قريب ليا وتنمشي على رجلي. Mon travail est proche. Mon travail est proche. Je pars à pied. Mon travail est proche. Je pars à pied. عملي قريب وأنا أذهب سيرا على الأقدام. Donc mon travail عملي. Mon travail est proche. Je pars à pied. Je pars ici c'est le verbe partir conjugué au présent. Je pars à pied. يعني كنمشي على رجلي. العبارة الثانية اللي ممكن نستعملها: Je travaille à quelques pas de la maison. Je travaille à quelques pas de la maison. Ana a'mal ala bu'd khatawat qalila min al-manzil. Je travaille à quelques pas de la maison. Et là, lahtou la phrase numéro 1 et la phrase numéro 2 qui taoud hadak le mot travail w huma machi bhal bhal. Fi loula mon travail c'est un nom huwa ism li huwa al-amal. W fi la phrase tania je travaille li hiya le verbe je travaille, le verbe travailler. بالنسبة للاسم تتكتب بال وحدة، ان سول ال، وبالنسبة لو فيرب سا سيكري افيك دوبل ال، دوبل ال، باسكو سي لو فيرب travailler، دوبل ال. الان هذه بعض العبارات اللي غنحتاجها الا كنت كنستعمل تاكسي. جاتون لو تاكسي، جاتون لو تاكسي، انا في انتظار سيارة الاجرة. Je n'ai pas trouvé de taxi. Je n'ai pas trouvé de taxi. لم أجد سيارة الأجرة. Le taxi me dépose au travail. Le taxi me dépose au travail. توصلني سيارة الأجرة إلى العمل. Donc j'attends le taxi. Je n'ai pas trouvé de taxi. Le taxi me dépose au travail. كنت كنستعمل السيارة ديالي غنحتاج لبعض العبارات. مثلا je vais en voiture. Je vais en voiture. انا ذاهب بالسياره. Je vais en voiture. او مثلا ma voiture est en panne. Ma voiture est en panne. سيارتي معطله. Ma voiture ne démarre plus. Ma voiture ne démarre plus. هنا c'est le verbe démarrer ou la phrase c'est une phrase négative. Ne démarre plus. أو بيان إلا كنت كنتكلم على الطريق وما قدرش نوصل بكري أو لش حاجة كنقول إليا لومبوتياج. إليا لومبوتياج، هناك ازدحام المرور. دونك عندي جو في اون فاتور، ما فاتور اي طون بان، ما فاتور نو ديمار بلو، إليا
لومبوتياج بل الناس اللي تمشيو للمدرسة أو للكلية تو سامبلومون بكل بساطة جو في أ ليكول جو في أ ليكول أنا أذهب إلى المدرسة أو بيان جو في أ لا فاك جو في أ لا فاك أنا ذاهب إلى الكلية أو بيان جو في أو كور جو في أو كور ملي كنقول كور راه فيه أي حاجة كندرسها جو في أو كور تو سامبلومون هنا سي لو فارب ألي أو بريزون de l'indicatif je vais au cours. Lié je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. C'est le verbe aller au présent. Je dépose les enfants à l'école. Je dépose les enfants à l'école. Je dépose les enfants à l'école. هذه pour montrer que l'action se répète يعني ان هذه الحركه كتعاود كل نهار الا كنت كنعاود لا روتين ديالي غنقول جي ديبوزي لي زونفون ا ليكول يعني وضعت الاطفال في المدرسه نقلت الاطفال الى المدرسه جي ديبوزي لي زونفون ا ليكول هذا سو لو فيرب ديبوزي في لا بروميير فراز اي لو او بريزون في لا دوزيام فراز اي لي او باسي كومبوز هنا عندنا بعض العبارات اللي كنحتاجوها ملي تنوصلوا للعمل ولا المدرسة يعني ممكن نقول جو سوي الوغ جو سوي الوغ يعني انا في الوقت المحدد او بيان جو سوي اون افونس انا في وقت مبكر او لا تنقولوا جو سوي اون روتار انا متاخر دونك جو سوي الوغ جو سوي اون افونس او بيان جو سوي اون روتار باش نعبر على شحال ديال الوقت استعملت باش نوصل للعمل او للمدرسه تنستعمل لو فيرب متر او باسي كومبوزي تنقول جي مي 30 مينوت بور اريفي جي مي 30 مينوت بور اريفي يعني استغرقت 30 دقيقه للوصول جي مي 30 مينوت بور اريفي بطبيعة الحال اللي بغيت نعتذر لأنني تعطلت غنقول جو سوي ديزولي جو سوي أون غوتار إي فوالا كان هذا هو الدرس الثاني بالنسبة لسلسلة الروتين اليومي باللغة الفرنسية اللي شفنا فيه جميع الأنشطة اللي كنعبروا بها ممكن نستعملوا فيها بعض العبارات اللي بسيطة باش نعبروا على الخروج ديالنا من البيت للعمل ولا للمدرسة في الدرس الثالث إن شاء الله من هذه السلسلة غادي نشوفوا جميع الأنشطة والعبارات اللي مصاحبة لها اللي كنستعملوها اونتر ميدي دو يعني ديك الفترة ما بين 12 وجوج جميع العبارات المصاحبة لوجبة الغداء جميع المصطلحات اللي ممكن نحتاجوها باش نعبروا على ديك الفترة ما بين 12 وجوج سواء في العمل أو في المدرسة ما تنسوش ديروا اشتراك باش توصلوا بجميع الدروس في الوقت ديالها ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون اي ا لا بروشين